أين كانت الشاشة الكبيرة لسينما الكزارة التاريخية بالمدينة القديمة لطنجة؟ السينما التي يعاد ترميمها من جديد لتكون ملاذ عدد من الاحتفاليات الثقافية والفنية والمسرحية. سينما الكزارة التي أنشئت سنة 1914 تعاد لها الحياة من جديد بفضل عملية الترميم التي طالت كل جوانبها. نقول بعض البنايات اللي كانت تقريبا دروين صافي، ما بقى فيها تقريبا ما صندات بصفة نهائية بحال سينما كازار. سينما كازار ما كان بقى تقريبا والو. اليوم من بعد المحاولات إلى آخره ماشي رجع سينما قاع السينما، رحنا شفنا كيفاش مسكون وكنا كنتخوفوا بالك ما ترجعش الوجه ديالها اللي القديم، رجعان الوجه ديالها اللي كان، وفي نفس الوقت بواحد الطريقه اللي ماشي تكون انيقه اكثر من اللي كانت قديم. في القديم كانوا مقاعد الخشب، اليوم رجعوا مقاعدين اللي كيعطيو الراحه للمتفرج اللي كيدخل للقاعه. النماذج الاخرى كثيره وكنظني صعب عليا نتكلم عليها كلها، ولكن كاين واحد النوع من التكامليه ما بين ترميم ديك البنايات باش يكونوا كيكونوا ممرات سياحية أو ممرات الزائر للمدينة طنجة اللي يقدر ما يلقاش نفس الشيء فين ما مشى. كل محل كيختلف على الآخر وكيقدر يعبر له على طنجة القديمة وطنجة الحديثة فين هي ماشية.